شفت الموضوع اللي قبل فتره صعب. من احنا بنأمل من اسرائيل هنا هالمره تطبق، لانه كل مره بيقولوا لنا الجمعه السبت الاحد في وقف اطلاق نار وما بزدوش، كل مره زي كل مره. يا ريت هالمره يكون عن جد الاشي يا ربي، ووقف اطلاق النار وتروق هالدنيا والناس تروع على بلادها. معي والله زهقنا سفك دماء وزهقنا موت وشهداء ودمار. معي يعني هاي النا 6 شهور والحال كما هو. ان شاء الله بصدقوا اسرائيل هالمره وبوقف اطلاق النار عنا ونروح على بلادنا واراضينا وديارنا. حتى بخيمه ما احنا عارفين في غزه في دمار، خيمه بنقعد في ديارنا احسن لنا من اي بلد ثاني ومن اي دوله ثانيه. وان شاء الله هالمره تصدق اسرائيل يا رب ويوقف اطلاق النار عن صحيح، لانه والله احنا تعبنا كثير. اطلاق نار لانه تعبنا والبلد اتدمرت، وافضل حاجه انه اطلاق النار تقف. افضل حاجه لانه عن جد نرجع على دورنا وعلى بيوتنا، ونفسيه تعبانه كثير، نفسيه تعبانه كثير. مش انا لحالي كمواطن، كل الشعب الفلسطيني. وانت شايف كيف الوضع والحياه اللي احنا عايشينها صعبه جدا، ومجازر جمده واباده جماعيات مش جماعيه كثير. الامر صعب، وان شاء الله بنتمنى ان الوقف اطلاق النار يكون سريع ويكون القرار ياخذ حيز من التنفيذ.